ولا وصفا لها، إذ في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاكهة مما يتخيرون، لك أن تختار، فأنت في جنة والجنة كلها فواكه، بساتين جنة تدلت غصانها تدلت ثمارها، ليس وأنت على سريرك في الجنة تنظر إلى الفاكهة التي تختار، فلا تحتاج أن تمد يدك، لا تحتاج أن تحرك أصبع من أصابعك، بل تأتي الفاكهة إليك حتى تصل إليك، فإذا وصلت إليك أكلت منها.